للحديث عن هجرة الشباب من العراق والاتهامات لأحزاب العملية السياسية بالعمل على تدمير مستقبلهم، معنا من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الأستاذة حنان عبد اللطيف. أستاذة حنان، بداية مرحبا بك. ما الذي يدفع الكفاءات والشباب العراقي للهجرة رغم كل الثروات التي يمتلكها العراق والإعلان المتكرر للحكومة والحكومات المتعاقبة طبعا عن فائض مالي كبير في موازناتها التي توصف بالانفجارية؟ أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك. طبعا أصبح اليوم الوضع واضح للقاصي والداني أن معضلة العراق الأساسية تكمن في الطبقة السياسية الفاسدة التي كل يوم وبعد كل دورة انتخابية يزداد فسادها واختنائها، بحيث أصبحوا اليوم يتراكضون على شراء المناصب السيادية والوزارات بمئات ملايين الدولارات، مع انعدام الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية التي تنهض بالمستوى المعيشي للشباب العراقي وللعوائل العراقية، مما يساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة بين الشباب، مما يجعل الشباب والكفاءات لا يفكرون بالهجرة طبعا. وإلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، انعدام الأمن، العامل الأمني هو يعني عامل آخر يؤرق الشباب، فالجميع يعيش في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وانعدام القانون وانتشار الميليشيات المسلحة والتفجيرات. يعني وخير دليل الانفجار الذي حدث يوم أمس في بغداد وأودى بحياة 12 شخص بينهم أخوين، يعني هذا دليل على انعدام الأمن في العراق في ظل وجود حكومات الأحزاب الميليشياوية. دائما ما يتصدر العراق القوائم الدولية في المعاهد المتخصصة في البحوث الاجتماعية وغيرها، يتصدر دائما قوائم الحزن والقلق والاضطراب النفسي واليأس. لم يعد العراق بلدا صالحا للعيش لدى الكثير من فئات الشباب العراقي، والدليل هو موجود في الهجرة المستمرة سواء الطلاب أو غير الطلاب، رغم الإمكانات التي يتحلى بها العراق على كافة المستويات. أستاذة حنان، في هذا الإطار، لماذا هذا الرفض لحكومة السودان حاليا، رغم أن السوداني قدم برنامجا حكوميا وعد فيه بتجاوز كل الأزمات من بينها ملف البطالة وأزمة الخريجين الجدد، حاله كحال كل الحكومات التي وعدت بمكافحة الفساد؟ نعم نعم سيدي الكريم، حكومة السوداني هي حكومة شكلية عاجزة، ليست لديها القدرة على اتخاذ القرارات وإنهاء الأزمات، لأن القرار في الأول والأخير هو بيد نظام الملالي في إيران، التي عمدت على تدمير الاقتصاد العراقي وصناعة وزراعة، وتدخلت حتى في التعليم في العراق وبنت مدارس إيرانية في كل محافظات العراق وجامعات تدرس فكر الخميني، واستقدمت أساتذة وأطباء إيرانيين. يعني حتى شركات التنظيف تعمل في بعض المحافظات العراقية، وهذا ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتأكيد حكومة مثل حكومة السوداني كما سابقاتها لا تملك القرار السيادي ولا تستطيع تعيين الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، خصوصا مع سيطرة الشركات الأجنبية والإيرانية على الاقتصاد العراقي، والتي ترفض توظيف العراقيين، ولا وجود لحكومة عراقية حقيقية تشرع قوانين عمل صحيحة تخدم المواطن العراقي وتحميه في بلده، وتفرض توظيف نسبة معينة من الشباب العراقي على الشركات الأجنبية العاملة في العراق. مفوضية شؤون اللاجئين تحدثت عن هجرة نحو 75 ألف عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية، إلى أي مدى يستنزف ذلك العراق على المستوى البعيد، على المدى البعيد؟ يعني رأس المال البشري، الثروة البشرية، الموارد البشرية، مدخل مهم من مدخلات التنمية. نعم،
طبعا هجرة الكفاءات والشباب يؤدي إلى انهيار الدول والمجتمع، ويحدث نقص كبير على جميع الأصعدة وفي كل التخصصات الطبية والهندسية وحتى أصحاب التخصصات العلوم الإنسانية، وهذا ما يسبب فراغ في الساحة العلمية والثقافية العراقية. وبالتالي الدولة تستعين بالخبرات الأجنبية التي تعمل على تغيير الهوية والقيم المجتمعية العراقية، أو تستعين بعناصر أقل كفاءة وخبرة، وهو ما يعمل على تخريج أجيال جاهلة غير كفوءة ذات خبرات بسيطة، مما يعطل التطور والنهضة في البلاد طبعا. وإضافة إلى ما سبق هو إنهاك للاقتصاد العراقي عندما يعتمد العمالة الأجنبية الباهظة الثمن والتي تساهم في خروج العملة الأجنبية من خلال التحويلات الخارجية. سلوك الشباب بطرق تهريب سواء عن طريق البحر أو البر يؤدي بعضها إلى وفاتهم أو فقدانهم، وهذا يؤشر بالتالي إلى حجم اليأس الذي نال من هذه الشريحة المهمة في المجتمع. أستاذة حنان، إلى أي مدى يمكن القول إن التظاهرات في العراق تحولت لتكون بوابة الأمل الوحيدة في ظل عدم رغبة أحزاب السلطة بالتغيير؟ نعم نعم، طبعا ثورة شباب تشرين جاءت لتزيل الغشاوة عن أعين الشباب التي حاولت الحكومات العراقية استغلالهم واللعب على وتر الطائفية ليبقوا في السلطة، فاستطاع الشباب بتظاهراتهم إقالة حكومة عادل عبد المهدي، توحيد أهدافهم ومطالبهم بإنهاء النظام السياسي الفاسد ورحيل الأحزاب وإنهاء النفوذ الإيراني الذي هو من أهم أسباب أزمة هجرة وبطالة الشباب العراقي. كما استطاعت التظاهرات من فضح الحكومات والأحزاب العراقية أمام المجتمع الدولي، ونشرت الوعي الذي جعل 80% من العراقيين يقاطعون الانتخابات الشكلية. فثورة شباب تشرين طبعا هي مستمرة وقادمة من جديد، لأن الثورات ليس لها عمر محدد، فأينما وجد الظلم تنبثق الثورة التي تبقى حية في نفوس الأحرار الطامحين إلى الحرية والعدالة. نعم، شكرا جزيلا أستاذة حنان عبد اللطيف من أمستردام، المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.